بقالي 3 سنين رجليا مكسورة، شريحة ومسامير مكسورة، فدايخة بقى بيها، بقالي مش لاقي حد يعملها لي. فجينا بعت جواب من الصبايا، اتصلت بينا، يعني جينا هنا المستشفى، عمل معانا اللازم كله، ومستنيه النهارده اعمل عملية. ربنا يشفيهم يا رب كلهم يا رب، والله من قلبي ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويخليكوا ويخلي مدام ريهام الله يخليها ويخلي لها أولادها. أيوة ربنا يبرحوا، عشان في ناس تانية جاية ما عايزة عليك، يبرحوا للناس اللي عايزة عليك. هو كان الأول كانت مركبة مفصل، بعد كده الشريحة المفصل اتكسر، ركبت شريحة، الشريحة اتكسرت لوحدها من غير ما تقع ولا أي حاجة، بس فبالنا ايه ما بين ليه كانت محتاجة دكتور من بره؟ إن هو كانت عايزة المفصل ده مواصفات خاصة، هما في مستشفى في اسكندرية قالوا لنا يعني لو لا قدر الله ما عملتهاش مظبوط ممكن يحصل بتر، ان هي بقى لها 3 سنين يعني رجليها ما بتت لازم المفصل المكسور يشيلوه، يشيلوا شريحة، وفي حاجات كمان جوه قالوا بايظة هتتشال وهيركبوا، مش مجرد مفصل عادي، لا مفصل ذو مواصفات خاصة ان هو يبقى موصل لغاية فوق، فالمفصل ده ما بيتركبش غير حاجة في أوروبا. مش حد ينفع يركبه، عشان لو حد ركبه غلط يحصل بتر لا قدر الله. انتوا جيتوا عن طريق مين؟ عن طريق البرنامج ولا عن طريق بعتنا جواب؟ احنا الاول بعتنا قبل كده وحصلت المشكله اللي مع حضرتك دي، فالموضوع انتوا من زمان يعني، ورحنا مستشفى تانية، بعد كده الموضوع وقف، فرجعنا تاني لما حضرتك رجعتش على الحياه، فبعتنا جواب واتصلتوا على طول بينا وراحت جت على طول. الحمد لله. صدقتي؟ الحمد لله طبعا. ان شاء الله باذن الله يبقى نتيجتها كويسه يعني. ربنا يسهل. هيك جوزها حماتك؟ بتحبها ولا لا؟ امي دي طبعا بجد والله. والله بجد، زي يعني التلفزيونات. لا والله هي انا ابنها التاني بالظبط يعني. والله. طب قولي، هي كانت مبسوطه طب لما عرفت انها تعمل عمليه؟ جدا 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 يعني. حضرتك تخيلي ان واحده قاعده 3 سنين لفت على المستشفيات كلها وداخت و و و و وفي الاخر يعني الحمد لله ربنا كرم ببصيص امل. تمام، قلت لها انا بعته لمدام برهام نشوفوا ايه الوضع لعل وعسى، قالت لي خلاص ابعت لها، انا اللي بعت الجواب. انت اللي وثقت فيا مش هي يعني، اعترف. ها طبعا ده تلفزيون واي كلام. والله بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا دايما بنقول اللي فيه الخير اسعى فيه، اللي فيه الخير. احنا لا، هي اكيد ست خيره. ليه بقى؟ لان انتوا لما بعتوا لي الجواب ده وانا بعته المستشفى بالصدفه الشديده كان جاي الخبير ده من المانيا، وبعدين ما تاخرش يعني. هو المستشفى كلمتني قالت لي هتدفعي المبلغ ده كله، انت عارفه ان احنا عاملين حمله القلب دلوقتي فبنجمع كل فلوس. قلت لهم معلش بس اكيد هي ما بتمشيش وتعبانه دلوقتي بالاطفال. صح، هو الاجتماع هيبقى بالاطفال، هيعملوا للاطفال. قلت لها ربنا يسهل. عملنا اجتماع عشان موضوع مامتك ده، وقلنا ان ما ينفعش نسيب ست ما بتمشيش ومتالمه. عشان كده خدنا من فلوس القلب، فاحنا يعني ربنا ان شاء الله هيعوض. اكيد ربنا هيعوض مرات ثانيه ان شاء الله. قلت كلمه كانت جميله قوي انا سمعتها في البرنامج بتاعك من فتره كده، ان احنا عددنا تقريبا 104 مليون مواطن، لو كل مواطن او كل رب اسره نزل يتبرع بجنيه واحد بس فعلا عن عدد اسرته، فعلا تاني يوم هنلاقي ان في رصيد في البنك بتاعنا حوالي 104 مليون. انت عارفه انا مشكلتي طول عمري في تبرعاتي حاجه، ان انا لازم لما ادي خدمه للمريض ادي خدمه للمريض 7 نجوم، ما ينفعش تبقى 2 ولا 1، فال7 نجوم دي بفلوس كتير قوي، ما ينفعش اجي اخدك واقول لك ايه هعمل لك عمليه رخيصه او هعمل لك عمليه في حته نص كلام. اكيد طبعا. لا هو كل حاجه كويسه، انت ما شفتيش انا اتخضيت جوه من كميه الدكاتره الاجانب ما هو جه كانها سافرت بالظبط. ما هو جه هنا كنا سافرت بره الحمد لله. مستشفى نظيفة وكله تمام طبعا. جدا جدا جدا. انت زعلانة ليه دلوقتي؟ خايفة عليها. طلعت وزي الفل وجميلة وبتفوق وكل حاجة تمام الحمد لله على سلامتها. بشكرك.
No, I think I was here 25 times. 25 times. Yes. What about our patient you were just doing? Is she fine? Yes, she's fine. Also during the whole operation there were no complications and everything was very nice with her. And it was a very difficult case. It was a difficult case. Yes. How? What? Oh, how difficult? Because the problem was she had an artificial joint yeah. in the knee, and then she was broken. It was not broken, but later on it was broken okay. around the prosthesis, so a periprosthetic fracture, okay. and that was done by plating. But unfortunately, the plating failed, and also the plate broke. So this was the situation now, that we have a broken plate and a broken bone. Yeah, and so that's why we cut. Which bone? It was which side? Yeah. The left side, and the fracture was in that area, almost, with the plate. So the bone was broken here? You're right. And around it, the artificial joint was broken, and the plate was broken? And the plate was broken, yes. It was a difficult case? A difficult case. We removed the prosthesis, we removed the plate, we removed the broken bone and put a so-called tumor prosthesis inside. Okay. We want to thank you very much for this great job and we're waiting for more patients to cure, inshallah. Of course. Thank you. So. Inshallah. بيقول انها عمليه صعبه جدا 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 لان المفصل الصناعي اللي كان محطوط مكسور، الشريحه اللي كانت محطوطه مكسوره، العظمه اللي كانت موجوده مكسوره، وكل ده طبعا عمل انفكشنز وعمل مضاعفات. كانت عمليه صعبه جدا 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 جدا. هو شال الشريحه وشال المفصل وشال العظمه وعمل زي وصلة أو تيومر عشان تبقى مكان العظم. مبسوطة جدا 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 ان احنا قدرنا بأسرع وقت ممكن. احنا بقالنا على الشاشة 3 شهور او 4 شهور. في ال4 شهور دول عملنا عمليات كتير جدا جدا جدا. بنقدم احسن خدمة للمواطن. لو ما فيش حاجة او حل جوه مصر بنبعت نجيب الخبير. ما بينفعش بنسفره. اقصى حاجة ممكن اعملها لاهلي او 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 لاولادي لازم بنعملها للناس اللي بتلجأ لنا. ان احنا عايزين نقول لكم بجد ان انتوا اخواتنا وبجد انتوا من اهلنا. ودي حاجة انا بقالي كتير قوي بقولها وبعملها وكانوا بيتهموني ان انا بقول اي كلام. بس الحمد لله كسبنا ثقة ناس كتير لان احنا مفيش حاجة نزلتنا ولا وقعتنا. وصممنا ان احنا نكمل وصممنا ان احنا نثبت نفسنا وصممنا ان نكمل رسالتنا مهما كان. وان شاء الله بإذن الله هتكمل لآخر العمر. الحمد لله والدتي عملت العملية النهاردة وقامت بالسلامة الحمد لله. والعملية الدكتور طمنا، الخبير الألماني طمنا ان العملية نجحت بنسبة 100%. فالحمد لله انا بشكر أستاذ البرنامج والأستاذة ريهام وحضراتكم والناس اللي اتبرعت للحالات اللي زي كده. واكيد في حالات زي كده كتير طبعا مستنية ان هي تيجي لها الفرصة ان هي تعمل العملية دي. ومفيش عندها الامكانيات ان عملية كبيرة وتكلفت مبالغ كبيرة جدا. فياريت كل الناس اللي اتبرعت تتبرع تاني، واللي ما اتبرعش وانا عن نفسي ان شاء الله هتبرع انا واسرتي. ان دي حاجه خير للناس كلها. ويا رب كل واحد نفسه يعمل عمليه ومش قادر حاجه زي البرنامج ده واي برنامج تاني اي حاجه في الدوله تقدر تعمل له حاجه. فياريت ربنا يتم شفاء الجميع على خير باذن الله.